نبدأ الرادار من بريطانيا، حيث كلفت الملكة إليزابيث الثانية رسميا لتراس بتشكيل الحكومة البريطانية. جاء ذلك بعد لقاء تراس بالملكة في مقر إقامتها الصيفي في بالمورال باسكتلندا عقب قبول استقالة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. بهذا تكون تراس ثالثة رئيسة وزراء لبريطانيا تنتظرها تحديات عدة على مسارات السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى مواجهة أزمات الطاقة والتضخم. وخلال إلقائه كلمة وداع أمام موظفي داونينغ ستريت، شدد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون على دعمه للحكومة المقبلة ورئيستها لتراس. أشار جونسون إلى أن اقتصاد بريطانيا يمر بفترة صعبة لكن سيتم اجتيازها قريبا. I am returning to my plan. أنا سوف أعود إلى مكاني وسوف أقدم لهذه الحكومة كل الدعم اللازم، وسأقول لكم لماذا. لأن هذه أوقات عصيبة لاقتصاد هذه الدولة، وسوف نجتاز هذه الأوقات العصيبة. حان الوقت لأن نعمل جميعا وراء ليز تراس وندعم فريقها وبرنامجها. من لندن ينضم إلينا مراسلنا أشرف سعد. أشرف، أهلا بك. يعني ما الذي يجري الآن خلال هذه الآونة من البروتوكول المتبع في عملية التسليم والتسلم؟ نعلم أنه تراس توجهت إلى المقر الصيفي للملكة إليزابيث، هل بالفعل غادرت وما الذي سيلي ذلك؟ بالفعل غادرت وهي الآن على متن الطائرة القادمة من أبردين في اسكتلندا إلى لندن، حيث وهي على متن الطائرة تلتقي بالفعل حاليا مع كبار المستشارين الأمنيين والاستخباراتيين لتتلقى الإيجاز الاستخباري والأمني وتستلم الشفرة النووية لترسانة الأسلحة النووية البريطانية. يمكن أيضا خلال رحلتها في الطائرة أن تكتب رسائل الملاذ الأخير المعروفة باسم الملاذ الأخير، وهي الرسائل التي ستوجه لأربعة من قادة الغواصات النووية البريطانية لإبلاغهم بالتعليمات التي يتعين عليهم القيام بها في حال تعرض البلاد لضربة نووية وخروج الحكومة البريطانية عن العمل. بالطبع هذه مهمة روتينية ولكنها شديدة الأهمية، بل إن يقال إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير قد شحب وجهه عندما أبلغ بضرورة أن يخط هذه الرسائل بيده. بعد ذلك وفي غضون ساعة تقريبا من الآن أو أكثر قليلا ستصل تراس إلى داونينغ ستريت مقر رئاسة الوزراء البريطانية، وستلقي كلمة للأمة في مستهل فترة حكمها التي يتوقع أن تستمر أكثر قليلا من عامين قبل حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2024. الخطاب سيتضمن بالتأكيد خطة تراس لمواجهة الأزمة الاقتصادية، خاصة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وأزمة تكاليف المعيشة بشكل عام. الأنباء تتحدث عن أنها ستخصص 100 مليار جنيه استرليني لتثبيت أسعار الغاز والكهرباء أو تثبيت فواتير الكهرباء والغاز ومنعها من الزيادة المستمرة التي أثقلت كاهل المواطنين خلال الفترة الماضية. يرى الاقتصاديون أن هذه الخطوة ربما لا تكون صحيحة للغاية فيما يخص الاقتصاد، وأنها قد تؤدي إلى مزيد من التضخم والمزيد من الأزمات الاقتصادية، ولكنها بالتأكيد سترفع أسهم تراس بين المواطنين البريطانيين وستعزز فرصها في أي انتخابات تجري بعد ذلك أمام حزب العمال المعارض. شكرا جزيلا لك من لندن مراسلنا أشرف سعد.